توقيت العملية كان نهار الأربعاء مع ماضي ساعة. حافلة لنقل الجنود على متنها حوالي 18 جندي تنطلق من الكهف في اتجاه جندوبة. بعد حوالي 20 كيلومتر، يعني على مستوى المنطقة الممتدة ما بين المحاسن ودشرة نبر، بدأت تقترب من مكان العملية. وراء الحافلة كان فما كرهبة بارتنير بيضاء تبعت الحافلة منذ انطلاقتها. وقبل المنعرج اللي صارت فيه العملية بأمتار، تتراجع البارتنير وتبدل اتجاهها وتعاود ترجع نحو الكهف. ومع اقتراب الحافلة نحو المنعرج، السائق كان مجبر باش ينقص السرعة أكثر ما يمكن، لأنه المنعرج كان اختيره حاد. وبالتزامن، مجموعة مسلحة عددها بين 10 و13 إرهابي كانت متمركزة في الجهة اللي صار للمنعرج وسط الغابة. ومع وصول الحافلة، بدأت المجموعة بإطلاق النار نحو السائق ونحو العجلة الأمامية. ثم يتقسم مجموعتين، مجموعة تمشي من قدام الحافلة ومجموعة تبقى على اليسار، وإطلاق النار مازال متواصل بكثافة من أسلحة كلاشينكوف وسلاح روسي ثاني. في البداية ما كانش فما رد فعل من الجنود، وبعد وقت قصير يتوقف إطلاق النار ويقتربوا زوز إرهابيين من الحافلة باش يحاولوا يكملوا عمليتهم من قريب. لكن واحد من الجنود الجرحى كان يرقب فيهم، ياخذ سلاح احد زملائه اللي استشهد ويبدا باطلاق النار نحو الارهابيين، الشيء اللي خلاهم يهربوا وينسحبوا، بالاضافه انه فما كراهب بدات تقرب من المكان وعجزوا عن اكمال مهمتهم ويهربوا نحو الوادي اللي كان قريب ومن ثم نحو الغابه. وللاشاره فانه اختيار الارهابيين للمكان العمليه بدا اختيار محكم ومدروس، وعسكريا يتسمى بالكمين النموذجي، ويتقرر في المدارس العسكريه اللي واضح انه الارهابيين سارعوا للاطلاع ببعض الخطط اللي تستعملها.